be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. يا ابن سلك النت بقى. هو عندي صيدر. درجي صيدر اسمه؟ بس اول حرف يعني اول حرف الدي كابيتال والاس كابيتال. طب ما هو اوفلاين هنجيبه ازاي ده؟ هو اصلا بقول لك شيل اللعبه من روك ستار سوشي. شيل اللعبه من روك ستار؟ لا جزائري مش عايز اضيفه على ستيم. لا يا عم لا. اعمل سكيب بقى بابا اعمل سكيب. انت كل لسه شو هتورينا الاراط النظيفه دي؟ يلا ايوه 25 الله ينور عليك. ايه ده انا واخد 15 والمصحى من اللاعب 20 حلوه يلا. وانت ليه 40 عشان اطلع بره عشان يعمل ليفت مره ثانيه. يلا يلا يا ايمن يلا. ايه ده انت رجع. Thanks. احب يقول لك 10 يا عم انت ليك فيه. ريدي يا ابني الصبر كده. انت ديمونيشن عمر. ايوه ديمونيشن كروت كنترول. انا كروت كنترول خلينا اللي بس بتاعنا. بطل بقى يا عم. يلا يا عم اعمل لي جونت كنترول ابو سيدك. خلي ايمن ايوه اشط عليك اللي هو ده. يلا عاش يلا روح مسح من ايه ده والله من لعب. يا عم خلاص يا ايمن يلا بقى والله من واخد 15 يلا حسن الفكر يرد. انجز يا عم هات 5 يا عم ادي 5 مني خلصني اي حاجه يلا بقى. انا اديك 10 بتوصل. انجز يلا يلا يا ابني. اقسم بالله بص مصيبه والله. انا عايز اجيب المرسيدس بس اسمها ايه بقى؟ نعم انت كم عملت من العصير؟ خلى عربيتي فيها ايه ده؟ ما تجوش عربيتي. عارف والله يا جدع. تعال اركب معايا من ده وتعال. هتيجي ديسكورد ولا لا؟ ولا لا؟ بيقول لك واخيرا يا نوب. استنى افجر له عربيته. سبون يا عم سيبه يا عم. هو اقبل ده بيزمر يا عم. يا عم ده انا انت العربية الصفرة؟ ايوه. هو جاب ال مين اللي يا حبيبي انت؟ يا عم شاطر عربيتي هتولع الله عليك. تمام الان نبدا نبدا. لا يا راجل لا يا طيب يلا يلا يا جدعان يلا بقى خش. لا لازم اولع في العربية يا عم يلا يا مدوي يلا خلصنا يا مدوي. يا عم طب وقفوا هولع بس في العربية بتاعته يا ابن الكلب. يا ابن حمود كده يا ابن حمود يا ابني يا ابني يا جدعان يلا يلا يا عم. لا يلا هو يا مداوي عليك يا لهوي عليك يا ابني يا عم اصل عندي شوتني يا عم.
ابعد عربيتك عمار. ايوه بس يلا خلصنا. يلا طب ماشي، انا ذنبي انا عملت لك ايه؟ طيب هو فكر لك على بيتك، انا ذنبي ايه؟ هات الموبايل لك. يلا اللي حصل الله العظيم اقسم بالله عيب عليك والله، فكرت العربيه. سواء انا بس اجيب الورا اقول له روح روم خلصني انت. صبر يا ابو العز، في ايه؟ ايه ده عربيته اهي، ادي ادي عربيته اهي. شوف كده ايمن ولا راح في اي روم تاني يا ايمن. انا عارف اللي انت هتموت وتاخد. خد اقعد اقعد ما تبقاش وقت. ادي انت جبت ولا السوادي جبت ساعتين، انت بدل الساعه الثانيه. يلا عمار ايه السوادي ساعتين. انت مالك بتجري شبه السحلفه كده ليه؟ مكملش مين يا فخامة شخصيتي، يا فخامة الشخصية. انت اللي بتوزع علينا لا؟ لا يا عم دونت ما تخافش يا ابني، والراجل ده ميت ولا عايش؟ اهو لا عايش. يلا يا ابني بقى اسمه اعمل بتاع ده. طب انا هحط فلوس في البنك بس يعني. ماشي. ايوه يا عم في ايه تلم عليك؟ ايوه ها؟ نفس اللي عندك تمام. نفس اللي عندك حلو هيك. خد خد درع. خد ايه؟ درع. ما بتعملش في الممنوعات انا يا بابا. تصدق انا بقالك انا بقالك يعني انا حتى في مهمة الدبس دي ما كانش معايا سناكس ولا ارمر حتى. ايمن ايمن خليك انت هنا. بص اصلا انا راح معاهم. اطلع فوق يا ايمن اطلع فوق، سيبك منهم سيبك منهم تحت. بص اصلا انا بص انا لو انا اللي اخد الفلوس كلها ماشي. البتاع بتنخفض بتاع بتنخفض. متخافش متخافش اهو ارتفعت اهو. ايمن طالح من ايمن طالح من او هو او احمين انت. ايه دي؟ الله الله يخرب بيتك يا ايمن، ورا من فوق من تحت. وقت كن موت. روح عمار بس خليك انت مكانك متحركش. خليك انت واقف يا بدا، خليك انت واقف بس. احميني 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 ما تجيش وراي. احموني انتوا الاثنين ما حدش يجي وراي. بس يا عم انت احميني احموني احموني انت بتشخ. يلا خد يا ابني تعالى يا عم الديموليش. لو حطيتها نجرب استكمل عليها. هذا خليه عندي ولا شو؟ ما فكرتش. خليه عندي ولا شو؟ تعمل ايه؟ ايمن طلع احنا بس عم ولع في الظابط. سرايا احنا ولعنا في الظابط. انا احميني انت بقى احميني انت. حمو 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 عمار حمو مكانك ما تتحركش. امي نونا واحد جسدي هذا فالستر بيعوي كده ليه عمار بتاعت الخصاد يا عم ما تقلقش انا مسيطر يا ابني انت معاك ابو ليل والله. تعالى هاي تعالى هذاك كان مناوى ابو لو يعني هو البنك فيه كل الفلوس دي بس؟ عايش يعني انت شايف المسخره يعني اكبر بنك في جي تي اي ما فيش غير 1,250,000 المسخره دي. اساعدك لا لا ما تعملش لا شكرا شكرا يعيشك يعيشك برقه. هو اصلا سمعنا بص هو اول دواء هيمسك الشنطه واحنا هنقعد نحارب بس.
عندك انا انا يا سيف عن منك. سيف عن انت سمعنا يا سيف ابني مش بيتكلم انا انا جزاء ما انا عارف انا سوري مو تونسي هذا هو وفي حد قال له اه وجزائري صح عيشك برقه تونسي يخرب بيتك يا ايمن احسن ناس حبيبي والله يا عمار بتاعته انخفض يا عمي ما تقلقش انا مسيطر مع قول له مين معايا يا ميدو احسن ناس بس ايوه بيقول لي انا بقول له انا سوري بيقول لي احسن ناس الله اكبر علي شكرا شكرا يا سيف عندك كم سنه يا سيف يا عم احنا هو ده وقت التعارف ايوه يا عم راجل 27 خراب مواليد استنوا هو ده ناس التعارف طب بعد الجيم طيب بعد الخره ده يا عم عايز نتعرف على الراجل ايه في ايه ما كلنا عرب واشقاك واشقاء واخوات يلا خلصني ايوه يا عم ابو ليلى معاه والله اول ما لقيتك مسمي نفسك ابو ليلى فكرتك انت عندك بيت فاهمني انا مواليد 89 يا ابني 29 سنه واخيرا لقيت واحد مثلا زي سيف قريب على عمري بس مدوي اول ما جيت حبيبها لقيت طلقه بس امنعني مكان داير ظهره الله بلاش نضرب ببعض بلاش نضرب ببعض فلوس 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 يا حاج انا اصلي هاي نص جنيه اه كيلو البرتقال بربع ب 10 جنيه يعني نو بس اي مداوي انت وسيف بس خليكوا عند اطلع يا سيف اطلع من البنك يا سيف يا ابني تعال هو بره هو بره ايوه استنونا انا اروح انا وايمن ماشي يا مدوي ماشي روح ايمن يلا اوكي يعني احنا هنروح نجيب بس عشان افهم خلونا خلونا يا مداوي هنروح نجيبكم من عند البنك من عند الموتوسيكلات اسمع مني عشان الفلوس ما تنقصش ماشي انا واقف يلا يا عم ايمن يلا اضرب اللي ورانا اضرب اللي ورانا الفلوس بتنقص الفلوس بتنقص يا حبيبي في ناس ورانا ماشي اضرب الناس اللي وراك انتوا خليكوا عند البنك طيب خليك يعني جوه البنك محدش مش جوه لا 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 جوه هيعيد المهمه اصطادهم يا عمار معانا تعال انا وصلت نط اجي رقم يا عم لا يا مدوي خليك انت وسيف يلا نط يا ابني انت فين بص سيف بص انت على الناس اللي جايين من ناحيه الشمال ولا انا ابص على اليمين فين انت فين يا عم انا نط انا تحتك اهو تحتيك اه ما الله في ايه يا عم يا مدوي قلت لكم خليكوا عند البنج ابو سيد مدوي اي حاجه يلا المهم خلص المهم بخير وسلام ها ربنا ومدوي خلاص مداوي وسيف هيتولوهم ما هيموتوا تاني ما تخاف ما تقلقش مش هيموتوا يلا تعالى انت بس ده. يا عم يلا انجز انا سبقتك يلا ثواني عشان نط روح على النط نعم النط الصفراء ايوه يلا بيقول لي روح عند حته الصفراء روح ايوه حته الصفراء داك ده هنا انا بتدفن روح عندها روح عندها روح عندها روح عندها يلا تعال ايه يلا يلا انا بكفرك يلا ثواني بس الناس من كل حته عمار ثواني بس انا بضرب لك اهو بضرب لك يا اولاد المنوبه من ايه يلا انا لو اللبس الغبي ده كنت وصلت من زمان
يا عم ده لبس لبس اعلى. خلي بالك خلي بالك من ورانا ماشي، خلي بالك من ورانا من ورانا يا عم، حدفنهم قبل ما يوصلوا. يلا دروب يا عم. يا عم مداول الفلوس بتوقع توقع منك كده يا عم. فيا ابن اللتر انت 50,000 ولا 70,000 يا عم. استنى 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 يا احمد يا ايمن استنى. ابعد ابعد ابعد. ليه ليه؟ عشان نعيدها من الاول. نعيد؟ ليه يعني عشان؟ ليه؟ دلوقتي مداوي وسيف هيجوا معانا هنا من عند الموتوسيكلات، فهمت؟ والفلوس نفس الفلوس. يا عم ماشي. مدوي بصوا يا جدعان يلا تعالوا ورايا تعالوا ورايا، اقول لكم على الحته وانتوا اطلعوا منها وانا اروح اجيب الطياره. اركب سيف ورا يا ابني، تعالى اركب موتوسيك. ماشي جاي جاي. يلا يلا يا مدوي يلا مدوي، انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ يلا يا بابا يلا تعالوا تعالوا يلا. ما فيش طوبة يا ابني، هتقع يا ابني. ما تخافش ما تخافش يا ابني. اطلع يا ابني. اطلع انزل يا سيف انزل يا سيف انزل. اطلعوا على السلم ده واستنوني فوق على سطح العمارة دي ماشي؟ ماشي. رايح اجيب طيارة وجاي سلام. ماشي. اول فارق. اح يا ابني يا ابني كفر 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 بسرعة انا موت. اطلع يا عم اطلع خلاص اطلع. خلاص روحي روحي انا زبطت نفسي روحي روحي يلا. ارجع ارجع اطلع سطح العمارة سطح العمارة انا زبطت نفسي. يلا انت تجيب انت تجيب طيارة منين صح؟ اقول لك اقول لك متلاش يا عم لازم يعرف عشان لو لعب المهم لوحده مع ناس. ماشي. انت عارف اجيب الطياره منين؟ من هنا. انت لا انت انت بتقول له مش مش لازم تعرف. اسم البوليس؟ لا 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 اسم البوليس برضه التحديث الحاجه دي راحت بعد تحديث الفاسيلتي برضه انا حافظهم في ايه المسخره دي يعني اذا كنت مهم. ايه ده 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 ايه كل ده انا يا عم مش رايح هناك عشان ما اروحش اسكندريه. في طيارتين حسبوا يا جدعان حسبوا يا جدعان حسبوا حسبوا انا جاي اهو. ماشي قول لي بس المكان اللي انت جبت منه الطياره فين؟ هقول لك بعد ما اخلص المهم هجيبك وهقول لك على المكان يلا. ماشي. شوفوا عقار يا عم ما مش هيعرفوا مش هيعرفوا مش هيعرفوا انا خ ايه ده وانا جايب لكم الطياره لونها حمراء اي خدمه. ايوه يا باشا على على طير يا باشا طير يا ابو ليل. اخدكم مشوار في الطيارة يا اطلع فوق ما تقلقش يا عم انا مسيطر. لازم نركب المراكب ديت ولا مش ضروري؟ ايوه ايوه لازم مركب واحد مش مراكب. ايوه ابو ليلى اللي جاب لنا طياره حمراء. ايوه ها فادي هيغني لكم على عيد الحب وانا جايب لكم طياره حمراء. دمت يا جدعان مش بلاقي في اي مكان. انا مش والله لازم يقفلوا له قناته على اليوتيوب اقسم بالله.
ارجوك على الفيديوهات الفيديوهات الرخمه اللي بينزلها ده. ارجوك يا فادي عضلات ما تقول لي على الخطوات. ارجوك يا فادي ترهلات. لكن تعيد الحب حسب وانتو بتنزلوا يا جدعان المراوح ابو سيدي سليم ها يلا بص بدوس داون العيال يلا اركب ادي استنى سيف استنى الراجل يلا يا سيف يلا يا بنركب ارتر يا ايمن اجري روح يا بابا يلا الله يخرب بيتك بوز المركب يا ربي يا ايمن بقى